ورد سؤال عن الآية الأويتين المذكورتين في رسالة القديس بطرس الأولى الإصحاح الثالث، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديمة، حيث كانت آنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء. السؤال هو ما المقصود بهذه الآيات، وما هي الأرواح التي كانت في السجن، وما علاقة ذلك بأيام نوح؟ القديس بطرس هنا بيتكلم على عمل المسيح الخلاصي، لأن الآية السابقة الآية 19 و20 اللي ذكرناهم بيسكك فيها، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. إذن هنا بيتكلم على عمل المسيح الخلاصي الذي تممه على خشبة الصليب. وكما تعلمنا الكنيسة فإن المسيح له المجد حينما فارقت، حينما أسلم الروح على الصليب ففارقت روحه جسده، ولكن لاهوته لم يفارق لا نفسه ولا جسده، فذهبت روحه المتحدة بلاهوته وأخرجت الذين كانوا في الجحيم، نفوس الأبرار اللي هم سماهم الكتاب أسرى الرجاء. ودي أكدها القديس بولس الرسول في رسالته إلى أفسس، الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، أما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل. ودي وأيضا بتعبر عنها أو بيعبر عنها القداس البسيلي، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. فإذا المقصود بالسجن هنا هو الجحيم، والمقصود بالأرواح هنا الذي كرز ده هي أرواح الأبرار التي كانت تنتظر مجيء المخلص. وكانت الأرواح اللي موجودة في الجحيم، يعني جميع الأرواح الذين انتقلوا سواء أبرار أو أشرار كانت تذهب كلها إلى الجحيم، لكن كان هناك فرق في أرواح منتظرة برجاء وفي أرواح ما عندهاش هذا الرجاء. ودي عبر عنها السيد المسيح في قصة الغني والعذر، لما إبراهيم قال للغني إن بيننا وبينك في هو عظيم، هذه الهو العظيمة دي هي تمثل الفرق ما بين الأرواح التي كانت على رجاء والأرواح التي كانت ليست على رجاء. طب ما علاقة هذا بموضوع نوح؟ يعني لماذا ذكر القديس بطرس هنا موضوع إذ عصت قديما حيث كانت أنات الله تنتظر بره في أيام نوح؟ القديس أثناسيوس والقديس كيرلس والقديس إرينيوس لهم تفسير في هذا الأمر، بيقولوا أن في أيام نوح الشعب رفض ما قالوا لهم نوح عن مجيء الطوفان، واللي دخلوا بس الفلك هم نوح وأسرته اللي هم ثماني أنفس اللي قال عنهم القديس بطرس، اللي هو نوح ومراته وثلاث أبناء وزوجاته. هنا القديس أو القديسين اللي أنا ذكرت أسمائهم وغيرهم بيقولوا إنه هناك بعض الناس اللي كانوا موجودين في أيام نوح لما رأوا الطوفان والمية، يعني تحقق ما كانوا يقول نوح، آمنوا وتابوا وقبلوا، ودول هم اللي بيذكر عنهم القديس بطرس إن إذ عصت قديما، يعني كانت أرواح عاصية لكن قيدت إلى التوبة، سهم ما دخلتش الفلك ولكن
يعني قبلت. ده رأي. هناك رأي آخر أنه أن هنا القديس أن الكرازة كرزت لكل الأرواح، يعني كرازة بمعنى أن هم كلهم عرفوا أنه الخلاص تم، والأرواح التي كانت على رجاء فرحت، وطبعا الأرواح التي لم تكن على رجاء لم تفرح. وبذلك أن الكرازة هنا كانت زي ما بقول أنها كانت لكل الأرواح، وأن الذين خلصوا هم الذين دخلوا فيه، دخلوا للفلك. تأكيد للكرازة للموتى ذكرها القديس بطرس مرة أخرى في عدد في الإصحاح الرابع عدد 6، فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. فهنا برضو بيتكلم على أنه هؤلاء الموتى يعني الذين ماتوا على الرجاء، فالموت هنا بتعني الأبرار الذين انتقلوا بعد أن تحملوا الألام وعذابات كثيرة فماتوا مدانين من الناس، الناس اللي هم الذين اضطهدوهم من الأنبياء وأبرار العهد القديم، ولكن كانت لهم حياة أبدية لكي يحيوا حسب الله بالروح. كلمة هنا الموتى تشير إلى الذين ماتوا من أبرار العهد القديم، هؤلاء بشروا وهم كانوا مدانين حسب الناس لأن الناس حكمت عليهم وعذبتهم، لكن كانت لهم حياة أبدية لأنهم ماتوا على الرجاء. يبقى نقول أن المقصود هنا بالسجن هو الجحيم، وأن الأرواح اللي كانت موجودة في السجن هي الأرواح، جميع الأرواح، كل الناس الذي انتقلت، وأنه مع إتمام الخلاص المسيح ذهب وأخرج هؤلاء الأرواح، فده كانت بالنسبة لهم كرازة. فالذين كانوا ماتوا على الرجاء فرحوا، والذين لم يكن لهم هذا الرجاء. يضاف إلى كده أنه علاقتها بفترة نوح، أنه زي ما قال تفسير لبعض الآباء القديسين مثل القديس أثناس والقديس كولوس والقديس إيرينيوس، أن بعض منهم لما شافوا الطوفان تابوا. وفي طبعا رأي تاني بيقول أننا يقصد أنه إدانا المثل بتاع نوح عشان يقول أن الله كان طويل الأناه على البشرية، الله طويل الأناه على البشرية، فبعض قبلوا وبعض لم يقبلوا زي ما حصل في أيام نوح. يعني السبب في ذكر نوح هنا حاجتين، يا إما تأخذ بالرأي الذي يقول أنه في أرواح آمنت لما شافت الطوفان، أو الرأي اللي بيقول أنها ذكرت كمثال عن أن الله كان طويل الأناه على البشرية، لكن في ناس تجاوبت مع طول أناة الله وتابت، وفي ناس ما تابتش زي ما حصل في أيام نوح، أنه اللي تابوا اللي هم دخلوا الفلك هم فقط أن هم الخمسة الثمانية نفوس. وأيضا القديس بطرس ذكر موضوع نوح، لأن بعد كده في الآيات التالية أراد أن يتكلم على المعمودية، يعني خد مثل نوح والفلك عشان يتكلم على المعمودية. الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة. حقيقة أن القديس أغسطينوس له رأي يعني آخر في هذا الموضوع ككل، يعني فهو بيعتبر
السجن هنا ليس هو الجحيم لكن السجن هو الجسد. بس بقول كل الآراء علشان خاطر برضو لما تقرأ اللي فيكم بيقروا للآباء ما يفاجئوش ان ممكن يكون هناك اختلاف في آراء الآباء. طبعا هذا الاختلاف لا يؤثر في الإيمان، لكن هناك تأملات مختلفة وهناك آراء متعددة، هذه لا تعني انه في تناقض، ولكن كل واحد بيبص لبعد معين. فالقديس أغسطينوس بيرى انه المقصود هنا هو الجسد، ان الارواح اللي موجودة في الجسد. وبيقول فان السيد المسيح بروحه القدوس سبق فبشر الذين كانوا في ايام نوح على لسان نوح. يعني الله المسيح طبعا هو الله المتجسد، فالله المسيح بروحه القدوس اللي هو الروح القدس تكلم على فم نوح فبشر هؤلاء الناس وأنذرهم بحدوث الطوفان لعلهم يتوبون، لكنهم لم يصدقوا ولم يخلص بهذه الكرازة إلا ثماني أنفس، أي نوح وزوجته وأبنائه ونسائه. يبقى هنا تفسير القديس أغسطينوس ان هنا ان هو كرزة للأرواح، يعني الكرازة التي تمت ايام نوح للناس الذين كانوا في الجسد، ولم يقبل هذه الكرازة الا 8 اللي هم دخلوا في الفلك. وايضا تفسير الاصحاح 4 عدد اللي هي عدد 6 فانه لاجل هذا بشر الموت ايضا. يقول القديس أغسطينوس ليس ما يلزمنا تفسير قول الرسول على انه يصف ما حدث في الجحيم اي الموت، فان الانجيل يبشر به في هذه الحياه للاموات اي غير المؤمنين الاشرار والاشرار، حتى عندما يؤمنون ويتوبون يدانوا حسب الناس بالجسد، أي يدانوا بالأحزان الكثيرة وموت الجسد نفسه، ولكنهم يحيوا حسب الله بالروح، حيث كانت أرواحهم ذاتها ميتة عندما كانوا مسجونين في عدم الإيمان والشر. يعني هو تفسير القديس أغسطينوس لكلمة بشر الموتى يقصد بها الموتى في الخطية، يعني الناس غير المؤمنين والناس الأشرار. فهؤلاء حينما يبشروا فإن آمنوا فهم بيتحملوا آلام من الناس حسب الجسد، لكن بينالوا حياة أبدية حسب الروح. يبقى نلخص الكلام عشان يعني أنه التفسير السائد هو المقصود بالسجن هو الجحيم، وأنه المسيح ذهب بعد أن أسلم الروح وأخرج الأرواح اللي كانت موجودة على الرجاء، وإن القديس بطرس ذكر نوح لكي ما يشير إلى أن الله كان طويل البال على البشرية، وهذا مثل هو مثل نوح أن إزاي ربنا طول باله، لأنه الفلك ده أخذ حوالي 100 سنة وبيتبني، فطول الفترة دي كانت الناس بتشوف الفلك بيتبني ومحدش فيهم بيتحرك، يعني محدش فيهم بيتوب، فربنا طويل الأنا. لكن الذين استجابوا هو نوح وأسرته، وأيضا ذكر موضوع نوح عشان خاطر بيتكلم بعد كده على المعمودية. ده الرأي السائد. في بقى تفسير آخر هو أن بعض الأرواح إن لما شافت الطوفان إن هي أمنت وتابت، لذلك هنا ذكرها أو ذكر موضوع نوح. قديس أغسطينوس بيرى إنه السجن هنا يقصد به إن هو الجسد، وإنه الكرازة اللي كرز بها أيام نوح كرز للشعب اللي كان موجود أيام نوح، فالبعض منهم أو هم رفضوا ما عدا
نوح اللي هم دخلوا في الفلك، وبيفسر ان بشر الموتى في اصحاح 4 على ان هؤلاء الموتى هو المقصود بهم، مش الموتى اللي هم في العهد القديم، انما يقصد الموتى اللي هم الاشرار وغير المؤمنين، وان دول بيكرز ليهم او بيبشروا، فحينما يؤمنون فهم يتحملون آلام وأحزان في الحياة على الأرض حسب الجسد، لكن ينالوا الحياة الأبدية. ربنا يبارك في حياتكم جميعا، ويعطينا دائما أن نكون متمسكين بإيماننا، مجاهدين في حياتنا الروحية، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.